أهلا بكم. في الأمن والصحة والكهرباء وباقي الخدمات، خطط خدمية لإحياء الزيارة الأربعينية في كربلاء وباقي المحافظات، استعدادات واستنفار كوادر وإمكانات لخدمة الزوار من داخل وخارج العراق، فهل ستؤمن الاحتياجات أم أنها ستصطدم بالمعوقات؟ أعداد مليونية تقصد سيد الشهداء ومواكب مزروعة على امتداد الطرق، لا جهد حكومي ولا تطوعي إلا وسخر لإنجاح هذه الملحمة المليونية، منافذ حدودية ومطارات، حافلات وقطارات، رسائل توعوية وإرشادية وإجراءات صحية واحترازية، كلها وضعت أمام الزائرين، فسلام على الحسين يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. أهلا بكم. إذن مشاهدينا، حلقة حصاد الأيام لهذا اليوم ستكون مخصصة عن خطط إحياء الزيارة الأربعينية، ونفتتح حلقة اليوم وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. أعلنت قيادة عملية بغداد عن دخول الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية حيز التنفيذ ومباشرة المقرات المسيطرة بمهامها بمشاركة جميع القطاعات الأمنية التي تضمنت تأمين الحدود والمنافذ وطرق الزائرين، إضافة إلى نشر 1200 كاميرا مراقبة من قبل الحشد الشعبي لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. توجه القوات والتحركات الأمنية الأخيرة تثبت أهمية وقوة هذه الزيارة. مشاركة الحشد الشعبي بهذه الزيارة هي يعني مشاركة مهمة على اعتبارهم خاضوا الكثير من التجارب القتالية وغيرها. اليوم هي زيارة الحمد لله خاصة في السنوات الأخيرة لم نشهد الكثير من الخروقات على اعتبار هنالك تفعيل متواصل للجهد الاستخباراتي، وهو يعني جهد مهم خاصة في الزيارات الأربعينية. ضمن إطار استعداداتها لاستقبال الزائرين، أعلنت محافظة كربلاء المقدسة عن خطتها لضمان تقديم أفضل الخدمات في قواطعها الثمانية والحفاظ على النظافة العامة في عموم المحافظة، فضلا عن دخول كافة المؤسسات الحكومية في حالة استنفار من أجل إنجاح الزيارة المليونية. كربلاء مو جديدة عليها، يعني كربلاء مشهود إلها بعملها بتنسيقها بجهودها الخدمي. كربلاء يعني محافظة تميزت من دون المحافظات كلها يعني بالخدمة المواطنين، أصلا مواطنين كربلاء بالذات هم كيف إذا كانت الزوار يجون من كل المحافظات، فتشوف أنه الجهد الخدمي الموجود واستنفارهم وعملهم جهد مميز. هناك استنفار جهد خدمي حكومي من الحكومة المحلية الموجودة في كربلاء، وهناك دعم حكومي من المركزي في بغداد، يعني هذا يحد للمواطن، يخليه يعني يصير له يعني يقدم له خدمه للمواطن، والمواطن طبعا يفرح من يشوف هيك خدمه تختلف عن باقي السنين الماضيه. خطه امنيه خدميه متكامله تضعها الحكومه بالتنسيق مع المواكب الحسينيه من اجل تقديم افضل الخدمات للزائرين الوافدين من داخل وخارج العراق. من بغداد شيبان سامي، الايام الفضائيه.
إذن من جديد أرحب بكم مشاهدينا الكرام وأرحب بضيوفي في الأستوديو معاون قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي الأستاذ محمد الفريجي. مرحبا بجناب الأنبياء حضرتك حفظك. وأيضا المتحدث باسم وزارة الكهرباء الأستاذ أحمد موسى العبادي. مرحبا بجناب. مرحبا بجناب. أهلا بحضرتك. وعبر سكايب ينضم معنا المتحدث باسم صحة كربلاء المقدسة الدكتور أنور حميد الخفاجي. مرحبا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أبدأ مع جنابك. عمليات بغداد أعلنت عن دخول خطة زيارة الأربعينية حيز التنفيذ. شنو أبرز الاستعدادات للحشد الشعبي لتأمين هذه الزيارة ومساهمتكم الفاعلة في الأعوام كل أغلب الأعوام اللي فائتة بتأمين هذه الزيارة؟ تحدثنا عن أبرز الأمور اللي راح تنطلق تزامناً مع انطلاق الخطة. تفضل. بدي تحية لك والمشاهدين الكرام وضيوفك الكرام طيبين. في الحقيقة أنه هذا الواجب مو الواجب الأول للحشد الشعبي وقيادة الحشد الشعبي والقيادات المنطوية تحت قيادة هيئة الحشد الشعبي. احنا على مر الأيام والسنين والمناسبات الوطنية والدينية مشاركين في تأمين الزيارة، مشاركين في الدعم اللوجستي والدعم الخدمي وجميع الإمكانيات الخدمية واللوجستية والأمنية، مشاركين في هذا على مر السنين وعلى مر الأيام. إذن شنو اللي يختلف بهاي السنة؟ ماكو اختلاف. هناك جهوزية عالية انطلقت من كافة القواطع والعمليات ابتداء من عمليات البصرة، عمليات العمارة، عمليات الكوت، عمليات قيادة عمليات بغداد، قيادة عمليات صلاح الدين، سامراء، موصل. جمعت هذه الجهود وضافرت لإنجاح هذه العملية، وكذلك قيادة عمليات الفرات الأوسط وقيادة عمليات شرق الأنبار. نعم. لنجاح هذه العملية الجهود جبارة. هناك جميع الخدمات والدعم كما ذكرنا سالفا، الدعم اللوجستي والخدمي والأمني. هناك عمليات استباقية بدأت قبل الزيارة لتأمين بعض المحيط اللي يهدد الجوانب الأمنية للزيارة والزائرين. جيد. تحدثنا عن أبرز مشاركاتكم بالجانب الخدمي اللي كانت فاعلة ومؤثرة جدا بالأعوام السابقة. كما تعرف أنه الحج الشعبي يمتلك أسطول كبير لا نظير له في الشرق الأوسط من الجانب اللوجستي، من المعدات النقل والتومين وغيرها. فأبناء الحشد الشعبي ومديرية الدعم اللوجستي ومديرية النقل شاركت في نقل الزائرين وتأمين طريق الزائرين وإنجاح هذه الزيارة وهذا المحفل الديني. نعم. أستاذ أحمد انتقل لحضرتك. الزيارة الأربعينية زامنت مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة، وأيضا اليوم الأنواء الجوية أعلنت أنه بدءا من يوم غد أتوقع راح نشهد أسبوع يعني ترتفع به درجات الحرارة بشكل كبير. شنو اللي سويتوه كاستعداد لهذه المناسبة؟ وتعرف الكهرباء من أبرز أولويات المواكب وحتى الزائرين إلى كربلاء. مرحبا بجنابك أستاذ محمد. حيا الله جميع مشاهدي قناتك. حيا الله أستاذنا أخونا مجاهد أستاذ محمد. ابتداء خدمة الحسين شرف، خدمة الزائرين شرف، خدمة المواكب الحسينية شرف، ونعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كوزارة خدمية بحجم وزارة الكهرباء. وبالتالي هي وزارة الكهرباء عنت بتشكيل غرفة عمليات منذ ما قبل العاشر من المحرم. وغرفة العمليات هذه كانت مستمرة ودامت الانعقاد لحين انتهاء زيارة الأربعين وما بعد زيارة الأربعين. كان واجبها أن تؤمن الكهرباء وحتى تؤمن حرف الأحمال لصالح محافظة كربلاء. وشيء جديد اللي طرأ مع استعدادات زيارة الأربعين، سيتم حرف الكهرباء واستثناء محافظة كربلاء والنجف وبابل من القطع المبرمج مع دخول ذروة أحمال الزيارة. وباعتبار أن الزيارة معنية بتشكيل مقار مسيطرة، معنية بتنسيق الجهود مع العتبات المقدسة، معنية بالتنسيق مع الحشد الشعبي والقطاعات الأمنية والعسكرية وجميع الدوائر الخدمية، بالتالي راقبت مسير الزائرين، بدأت تراقب مسير الزائرين انطلاقا من المحافظات الجنوبية بل وحتى الشمالية. وعلى هذا الأساس تحرف
الطاقة واستثناءات الطاقة مع مرور وحركة الزائرين. هسه من أي موعد يتم استثناء المحافظات؟ يوم 10 من صفر. زين، ربما إن شاء الله اليوم بعد، يعني بعد ليلا سيتم حرف الأحمال وصولا إلى الاستثناء الكامل مع ذروة أحمال الزيارة. وغرفة العمليات عانت مو فقط بحرف الأحمال، عانت بما يلي: أولا استحداث خطوط ناقلة جديدة، كان للوزير زيارة بل وإقامة بمحافظة النجف الأشرف، وزيارات متكررة سيكون لن يكون آخرها يوم غد إن شاء الله مع رئيس الوزراء لمحافظة كربلاء. عانت بما يلي: استحداث خطوط ناقلة لتحقق سعة وإتاحة ومرونة لخطوط النقل في محافظة كربلاء. عانت من نصب محولات قدرة حققت سعة وإتاحة كافية بالمحطات التحويلية. عانت بحرف الطاقة وتشغيل جميع محطات كربلاء بل واستخدام طاقة من باقي المحافظات لصالح كربلاء مع دخول ذروة أحمال الزيارة. وعمليات تأهيل شبكات التوزيع وتوفير المواد ونصب المحولات بل ونصب محطات ثابتة ومتنقلة في مراكز الحمل، طبعا مضاف إلى إنارة طرق الزائرين وإنارة الطريق الحولي وكهربته على نحو يخدم دور استراحة الزوار. نعم. اللي هو ممتد من كربلاء إلى غاية طبعا من بغداد مرورا بكربلاء في النجف الأشرف. هذا الطريق جديد افتتح الآن، تم إنارته بالكامل، تم نصب أكثر من 70 محولة، تم نصب قرابة 17 محطة متنقلة. نعم. هذا شبكته بمعزل عن الشبكة الوطنية التي سيتم حرفها واستثناءها. تأهيل شبكات التوزيع، موازنة أحمال المغذيات، كل حضر بغرفة العمليات اللي يتابع بشكل دوري ويومي من خلال GPS نصبت يعني بالسيارة بالعجلات التخصصية والحقلية. نعم. تقسيم الفرق الفنية على تشكيلات مرابطات تكون بالأزقة، تكون بالشوارع، تكون بالمناطق، وافتتاح مخازن متنقلة مهيئة بكافة المواد الحاكمة استعدادا للزيارة. جيد، اكو مواكب تكون على الطريق اللي ما بيدور سكنية، هذا شلون بأي طريقة يتم تزويدهم بالكهرباء لخدمة الزائرين؟ ما انا قلت لك انه اليوم اولا اكو تنسيق مع هيئة المواكب الحسينية مضاف للعتبات المقدسة، وسجلت جميع المواكب بل وجردت جميع المواكب المنصوبة على طول الطريق سواء كان مأهول او غير مأهول، وبالتالي تم كهربته بشكل نظامي وربطه بشكل نظامي يجنبنا حتى الحوادث لا سمح الله اللي تحصل على الخطوط الناقلة. طبعا اكو جزئية مهمة جدا، انه كان لوزارة الكهرباء تنسيق مع القطاعات العسكرية والامنية الماسكة للارض فيما يخص شنو حتى الحشد الشعبي، انه تحديد مسارات الخطوط الناقلة ذات الضغط الفائق والعالي ورصدها بخرائط جوية وتزويدها الى القطاعات الماسكة للارض، خصوصا الرابطة ما بين محافظات الفرات الاوسط. اليوم تدري مع دخول ذروة احمال الزيارة انفصال اي خط او تعرض لا سمح الله اي خط لحادث قد يكون تخريبي قد يكون غيره، ربما يربك كل جهود الوزارات الخدمية، وبالتالي تأمين الحماية اللازمة بعد توجيهات السيد رئيس الوزراء كان هنالك مراقبة بالكاميرات الحرارية، وكان هنالك تسيير طيران مسير. نعم. وكان هنالك قطعات ماسكة للأرض حددت لها مسارات الخطوط الحيوية بغية حمايتها وتأمينها بالشكل اللي يمنع لا سمح الله وجود أي تخريب أو جهد يشتبه أن تخريب. في حال حدوث أي مشاكل عندكم فرق يعني فنية للطوارئ تتدخل بتعرف الكهرباء هي كل الأمور تعتمد عليها، فبالتالي أي مشكلة بالكهرباء راح تأثر على العديد من الأمور. بالنسبة للطوارئ الفنية اليوم قبالة أنه أكو جهد بالكم اللي ذكرتها لجنابك، اليوم أكو تهيئة مادة الوقود اللازم لتشغيل مولدات الديزل لا سمح الله عند حدوث أي طارئ، هذا أولا. أكو خطوط ستاند باي لا سمح الله بحال تعرضت بعض الخطوط للانفصالات، أكو خطوط ستاند باي من الممكن أن يعني توفر مصادر تغذية بديلة بلا سمح الله إذا صارت حوادث. وبالتالي إحنا استلزمنا أنه نسبة الحوادث الفنية ستكون صفر، بالتالي هذا مقرر وليس مخطط، هو مقرر اليوم أصبح أن يعمل به مع دخول ذروة الزيارة إلى يعني أوقاتها المحددة. جيد دكتور أنور، رحب بحضرتك مرة أخرى وأسألك شنو ملامح خطة وزارة الصحة في كربلاء المقدسة، لا سيما وأنها تتضمن العمل بثلاث مراحل حسب ما ذكر هذا الأمر السيد وزير الصحة. نعم، تحية حضرتكم المشاهدين الكرام. بداية أعز العالم الإسلامي بذكرى 40 استشهاد الإمام الحسين عليه السلام،
هذه المناسبة مباشرة دار الصحة كربلاء منذ يوم 7/0 لتنفيذ خطتها الخاصة بزيارة الأربعين. الخطة كما تم تهيئة من الكاتب بما يتناسب مع حجم هذه الزيارة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لآلاف المواطنين والزائرين الموافدين لزيارة العتبات المقدسة. الخطة تتضمن مثل ما ذكرت حضرتك عدة جوانب، جانب علاجي وجانب بقائي وتوعوي وجانب الإسناد الطبي. نعم. الجانب العلاجي تم تهيئة أكثر من 100 عجلة إسعاف فوري وتوزيعها داخل المدينة القديمة وعلى الطرق الخارجية للمحافظة، تجهيزها بالأدوية والمستلزمات الخاصة بالحالات الطارئة، تقوم بنقل الحالات الحرجة والطارئة للمستشفيات الحكومية وحسب الرقعة الجغرافية. عندنا أكثر من 8 مستشفيات حكومية داخلة بالخطة، بالإضافة إلى إسناد من 4 مستشفيات أهلية. عندنا بالإضافة إلى هذا 22 مفرزة طبية موزعة على طول خط سير الزائرين على محاور مدينة كربلاء، أيضا مجهزة بالأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالحالات الطارئة والحالات الباردة. بالإضافة إلى هذا الخطة تتضمن عندنا 6 مراكز لطب الحشود تعمل كمراكز طوارئ داخل المدينة القديمة، وأيضا القضاء الحسيني والهندي باعتبارهم الأغذية اللي مدخل المحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة طيلة فترة الزيارة مجهزة بكادر طبي متخصص بالحالات الطارئة، وأيضا مجهزة الأشعة والسونار والمفراس وغيرها من المواد المختبرية الضرورية والمنقذة للحياة. عندنا مستشفى الزهراء عليها السلام المتنقل الميداني أيضا يرابط على طريق كربلاء النجف قرب العمود 880 يقدم خدمات للمراجعين، بالإضافة إلى مفارس طبية منتشرة على طول خط سير الزائرين. الجانب الوقائي عندنا أكثر من 50 فرقة صحية لمراقبة سلامة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين، وأيضا عندنا فرق وقاية صحية أيضا موجودة في الطرق الخارجية السيطرات الخارجية للمحافظة ومراقب السلامة الأغذية لتدخل المحافظة وشاحنات الأغذية يتم أخذ نماذج غذائية من عندها وإرسالها إلى المختبر الصحي العامة وحدة التغذية لغرض فحصها والتأكد من صلاحية للاستهلاك البشري. عندنا فرق رقابة صحية موجودة في محطات الإسالة ومحطات مياه الآرو للتأكد من سلامة مياه الشرب المقدمة أيضا للزائرين. عندنا أكثر من 30 فرقة استجابة سريعة تم نشرها داخل مدينة كربلاء القديمة، تعرف مدينة كربلاء حضرتك مناطق مكتظة وصعبة الوصول بها سيارات الإسعاف وأزقة ضيقة. هاي فرق الاستجابة السريعة تحتوي على حقيبة إسعاف فوري تنتشر بين جموع الزائرين، أي حالة طارئة لا سمح الله تقوم بإجراء اللازم إلها ونقلها إلى أقرب مركز لطب الحشود. عندنا الجانب التوعوي، عندنا تم طبع ونشر آلاف الرسائل الصحية على المواطنين تحتوي على إرشادات صحية للوقاية من الأمراض الانتقالية ومنع انتشارها، إرشادات صحية خاصة بتعرض لضربات الشمس للإجهاد الحراري، وهي كلها حسب تعليمات وزارة الصحة. أيضا تم إجراء حملات كبرى توعوية للهيئات الحسينية والمواكب الحسينية وخدمتها لضرورة النظافة الشخصية والابتعاد عن أي ما يمكن أن يسبب حالات لا سمح الله تسمو غذائي أو انتشار أمراض انتقالية أو غيرها. جانب الإسناد الطبي، عندنا مشكورة وزارة الصحة قدمت حصة إضافية تعزيزية من الأدوية والمستلزمات الطبية والمضادات الحيوية والإجراءات الوقائية كلها وفرتها وزارة الصحة، إضافة إلى حصة إدارة صحة كربلاء أكو حصة إضافية وفرتها وزارة الصحة، بالإضافة إلى ملاكات طبية استندتنا ملاكات طبية مختلفة الاختصاصات وأكثر من 20 دكتور تقديم تقديم كربلاء. الخدمة لأكثر من 25 مليون زائر يحتاج إلى أعداد من الكوادر، شقد عدد أو عدد تقريبي للكوادر أو الفرق العاملة خلال هذه الزيارة؟ وأيضا هل هناك جهات داعمة لوزارة الصحة بإنجاح الخطة اللي عديتها للزيارة؟ جميع ملاكاتنا الصحية بكل مؤسساتنا الصحية هي حالة إنذار قصوى حاليا، كل مؤسساتنا الصحية تستقبل الزوار والمراجعين من مختلف جنسياتهم وكلها حاليا داخلة في حالة إنذار من جميع الأقضية وأيضا مركز المحافظة. عندنا في حالة إسناد طبي من عديد من الجهات والمؤسسات من ضمنها طبابة الحج الشعبي مشكورة، تعاون مع دائرة صحة كربلاء في أكثر من 15 مفرزة طبية موزعة على محاور مدينة كربلاء الخارجية على طول خط سير الزائرين، بالإضافة إلى عندنا إسناد طبي من هلال الأحمر من طبابة الجيش من العتبات المقدسة. دوائر الصحة في محافظة بابل والنجف مشكورة دعم دائرة الصحة وبالمفارز الطبية ضمن الحدود الإدارية للمحافظات. عندنا مدن الزائرين في محاور مدينة كربلاء على طريق بغداد كربلاء النجف كربلاء بابل كربلاء، هاي مدن الزائرين تم استلامها من قبل
دوائر الصحة في بغداد، الرصافة، البصرة، ميسان، الديوانية، المثنى. نعم. وتعمل كمراكز طوارئ تقديم خدماتها الطبية للزائرين الكرام وعلى مدار 24 ساعة طيلة فترة الزيارة طبعا. جيد. عبر سكايب ينضم معنا أيضا مدير إعلام قيادة شرطة النجف الأشرف العقيد مفيد الظاهر. سيادة العقيد مرحبا بحضرتك. سيادة العقيد تسمعني؟ ألو. مرحبا بحضرتك سيادة العقيد. ألو سيادة العقيد، أسمع صوتك. ألو. أسمع صوتك بوضوح إذا كنت تسمعني. يا ريت لو تتحدث لنا عن الخطة الأمنية بمحافظة النجف الأشرف، وخاصة ما يخص استقبال الزائرين والوافدين إلى محافظة النجف. ألو سيادة العقيد، أسمعك تسمعني؟ إذن فقدنا الاتصال بالعقيد مفيد الظاهر. أستاذ أحمد، أعود لحضرتك. الحشد الشعبي اليوم يعني عناصره بالإنذار التام، شنو أبرز الأمور اللي وضعت على عاتقكم اليوم، وهل تتركز في محافظة كربلاء أم محافظات أخرى على امتداد الطريق المؤدي إلى كربلاء المقدسة؟ كجهد الحشد الشعبي لخدمة الزوار والزائرين وخدمة هاي المناسبة، استنفر جميع القوات الأمنية، دخل في حالة انذار من يوم 7 صفر. نعم. يوم استشهاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، تم الاستنفار جميع القواطع ابتداء من قيادة عمليات نينوى كما ذكرنا سالفا، وعمليات قيادة صلاح الدين وسامراء وبغداد ومحيط بغداد. تم الدخول في العمليات والاستنفار الأمني والخدمي والدعم اللوجستي. تم تأمين طريق الرابط ما بين كربلاء وبغداد اللي انفتح في العام السابق، طريق الجسر الفاضلية. نعم. اللي يمتد ما بين طريق اللطيفية. غدا إن شاء الله سيتم افتتاح وتأمين هذا الطريق للتوفيج العكسي وتوفيج للذهاب إلى كربلاء. يعتبر أنه الطريق في حالة الزيارة راح يكون زخم أكبر، فهذا طريق ثاني نقدر أنه نفوج عكسا للزائرين كحشد شعبي. إذن الآليات التابعة للحشد الشعبي ستكون فاعلة في نقل الزائرين خلال الزيارة؟ أكيد. في عموم البلاد، يعني في عموم العراق ابتداء من الشمال كما ذكرت إلى البصرة. جيد. واضحة أنه الحشد الشعبي والقيادات المنطوية تحت الحشد الشعبي هي مستنفرة من يوم 7 صفر. تم تأمين جميع الطرق والمواكب والدعم اللوجستي والنقل. تم أيضا افتتاح مستشفيات اثنين، مستشفى الشهيد أبو مهدي المهندس. نعم. ومستشفى أبو مرتضى المحمداوي رحمة الله عليهم في كربلاء. تم افتتاح أو تزويد الزائرين والمواكب بالماء الموجود من قبل يمتلك الحشد معمل ينمال ماء. نعم. يمتلك. تم إنشاء أيضا في كربلاء معمل للثلج، تم افتتاح إن شاء الله هذه السنة بهاي المناسبة. نعم. أستاذ أحمد، أعود لحضرتك. أتصور في هذه السنة سيكون أغلب المسير ليلا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتعرف طريق الزائرين بالليل وخاصة الطرق الخارجية اللي يسير عليها الزوار تحتاج إلى إنارة، وبدون إنارة ما ممكن أن يتم الأمر. القطع بالليل حتى وإن كان جزئي وبسيط راح يأثر، راح تقدرون كوزارة كهرباء أنه تأمنون الكهرباء لهذا الطريق سواء من المحافظات الجنوبية اللي طلعت منها المشاية إلى وصولا إلى كربلاء المقدسة؟ بإشارة إلى ما ذكرت اليوم، المحافظات الجنوبية بدأت فعليا بالمسير وجميع طرقهم مؤمنة بالكامل من حيث الإنارة، من حيث الإنارة ومن حيث الخدمة وحتى دور الاستراحة والمواكب المنتشرة على طول الطريق اليوم جميعها مكهربة وجميعها مخدومة وجميعها منسق معها بشكل عالي. هذا أولا. ثانيا، بالوصول لهذه الأعداد ودخولها إلى كربلاء، خطة وزارة الكهرباء قسمت الزيارة إلى محاور، أو قسمت محور الزيارة أو مراكز الحمل بالزيارة إلى 3 محاور. المحور الأول بدأ بغداد كربلاء، والمحور الثاني بابل كربلاء،
باعتبار انه بابل هي النقطة المرتكز الأساسية. نعم. التي ستتجمع بها المحافظات. صحيح. فبالتالي بغداد كربلاء، بابل كربلاء، والنجف كربلاء. ولأول مرة نضع في خطتنا استثناء ثلاث محافظات. عادة ما كانت تستثنى كربلاء فقط من القطع الممرض، وحتى من كنا نستثنيها كان أقصاها توصل 900 ميجاوات، والخطوط الناقلة خلص تفول بعد ما بها طاقة، لو مو نجيب لها طاقة من المحافظات خلص بعد ما بها طاقة تصرف الخط، بعد ما يتحمل ساعة بعد ما بي، وبالتالي تصير أما الخدمة منقوصة، وبعض مرات تصير عندنا حوادث أصلا. اللي صار عندنا بسنة من السنة بعشر محرم طلع العراق كله شت داون، الحمد لله هذا بعد ما راح يصير. أولا الخطوط الناقلة سويناها مزدوجة، دوائر مزدوجة يعني دبل سيركت، الخط بصفة خط ناقل يشيل الحمل ويتقسم الأحمال. كربلاء اليوم دخلت لها أربع خطوط ناقلة من محافظات متاخمة. ممتاز. أربع خطوط ناقلة، طبعا لما تحدث خطوط ناقلة ضغط فائق، يعني خطوط ضغط فائق 400 كيفي، بالتالي اكو خط يوازن احمال خط، جميع الخطوط ما راح تتعرض لمشاكل فنيه، هذا واحد. فقسمت على هذا الاساس الى محاور ثلاث جميعها مخدومه. انتم خلال هذه السنوات المفروض صارت عندكم خبره وزاره الكهرباء بالتعامل مع هذه الزيارات المليونيه. شنو ابرز الامور اللي كنتوا تعانون منها واللي عملتوا على حلها في هذه السنه؟ شوف حتى اكون هام صريح وياك، هو اليوم التعامل مع المعده ما يعطيك انذار، التعامل مع المعده يستلزم عطل، من ممكن يصير عطل. بس احنا اليوم العطل اللي ممكن يصير بالمعده، يعني انا اتحدث على خط ناقل واتحدث عن محوله ومحطه ممكن باي لحظه تطفى، شلون محرك السياره يطفى. نعم. حلها شنو؟ احنا استلزمنا انه جزئيه المشاكل الفنيه ممكن تحصل، اكو ستاند باي. يعني اكو من يعوض هذه لا سمح الله اذا صارت. نعم. خطوط ناقله، محطات تحويليه، محطات توليديه، وحدات اضافيه، اكو من يعوض هذا، فعلى اساسه قسمت المحاور ثلاث. وجميعها ستكون مخدومة ونسق بها مع السادة المحافظين. كربلاء قسمت إلى ثلاث أطواق. داخل كربلاء طبعا مضاف لنشر الفرق الفنية والصيانات والاستنفار تام، قسمت إلى ثلاثة، طوق أول وطوق ثاني وطوق ثالث، وأيضا بالتنسيق مع السيد المحافظ طبعا والعتبة. الطوق الأول اللي هو يعتبر المدينة القديمة ومقترباتها سيستثنى بالكامل بالكامل قبل الزيارة وما بعد الزيارة، حتى ان السيد الوزير طرح فكره انه حتى بعد، احنا مو للأربعين وانتهى، اكو اعمال تنظيف، اكو اعمال غيره، بالتالي حرف الاحمال سيستمر لاربعه او خمسه ايام ما بعد الزياره. جيد. بغيت ان يعني ترجع المدينه لوضعها الطبيعي، خصوصا انه احنا نعرف اكو زياره استشهاد رسول الله بعدها راح تصير بالنجف الاشرف. نعم. فذات الاستنفار راح يكون بالنجف الاشرف. الاطواق الثلاثه اللي هو مركز المدينه ومقترباتها، الاستثناء الثاني الطوق الثاني ايضا استثناء كامل سيكون للمدن المتاخمه للمركز. الطوق الثالث اللي هو اقضيه محافظه كربلاء، هذه ربما هسه قد يسمعني واحد لن يعني سيكون بها التجهيز مثلا 5 بـ1 4 بـ2، يعني بحسب طبيعه الشبكات التوزيع اللي تستحمل انه انا احرف لها طاقه وتشغيل طاقه. تمام. هذا اللي يكون على على طريق المسير الزائري. انا اتكلم مسير الزائرين مؤمن بالكامل. ممتاز. جنوبا شمالا ومركز. ام القرى بالكامل. القرى القريبه راح تكون دور لسكن واستضافه الزوار. سيكون مؤمن بالكامل. ممتاز. الاناره ستكون الاناره يفترض انتهينا من عندها، وبالمناسبه تم العمل على اناره حتى المداخل الحدوديه اللي هو منفذ بدره، منفذ زرباطيه، منفذ المنذرية، لأن احنا احتملنا انه 5 مليون زائر سيأتي أجنبي. أكيد. بالتالي هاي تم إنارتها بشكل كامل بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية. فهذا الاستثناء، والخدمة ستكون معمول بها ابتداء من الشمال إلى الجنوب باستثناء الإنارة وتشغيلها لإنارة طرق الزائرين لتواكب مسيرهم وخدمتهم. جيد. هذه الاستثناءات بعض هسه اليوم يتساءل هل ستؤثر على تجهيز الكهرباء لبقية المحافظات أم أنها ستكون طبيعية؟ يعني هذا جزء مهم ويحسب لجنابك. اليوم حرف الأحمال لكربلاء والنجف وبابل ربما يتخوف منه بعض المحافظات، راح تأثرون على حصة؟ لا، ما راح نأثر على حصص باقي المحافظة. ستقول لي تمين جبت هاي الاستثناء؟ أي ضامنين اليوم الوحدات التوليدية المسؤولة عن إنتاج الطاقة تعمل كالتالي، أكو وحدات تدخل صيانة دورية، اكو وحدات تدخل صيانه غسل، اكو وحدات نتيجه استخدام الوقود الغير ملائم لها اللي انا مجبور لازم اشغلها
تستدعين انه انا ابدل بها بعض قطع الغيار. اليوم اكو تنسيق عالي وباشراف حكومي من السيد رئيس الوزراء قدرنا نشغل اليوم محطات كربلاء ومحطات الفرات الاوسط اقصد بابل وكربلاء على الغاز الايراني. اللي الغاز الايراني راح يؤدي الغرض كفاءة الوحدة التوليدية تعمل بطاقتها، ما تستدعيني كل ستة ايام اطفي الوحدة حتى اغسلها وافقد طاقتها وبعدين ارجعها للعمل. زين، هذا اذا ما تاثر على حصة بقية المحافظات لن تؤثر. ليش ما تكون مستمرة هذه الكهرباء بهاي المحافظات الثلاثة على باقي الايام؟ وانا ايش قلت لك انا السلعان؟ اكو بعض الوحدات التوليدية انا تدخل عندي حي الصيانة دوري طارئ بشكل دوري وطارئ. هذه الوحدات مع الاستمرارية من الممكن تتعرض يعني للانهيار للتدمير، فتستدعيني انه برنامج تشغيل ساعات محددة لازم تطفى اغسلها غسل كيميائي، لازم اضيف لها محسنات الانتاج اللي هو معطلات الفناديوم، لازم تستدعيني انه هذه الاحمال اللي حرفتها بالخطوط الناقلة اللي انا دخلتهن اربع خطوط لكربلاء حتى واكب ذروة الزيارة. هذا ما راح يعني مو وضع طبيعي، هذا وضع استثنائي. يعني الان انا جبت لها خطوط من ربما تؤدي الغرض لباقي المحافظات، بس انا راعيت انه راح تصير مركز الحمل كربلاء تمام ومقترباته من المحافظتين بابل والنجف، بالتالي راح انه انا واكب دخلتها الى كربلاء حتى واكب ذروه الزيارة. هذا واحد. جزئيه ثانيه مهمه ليه شنو؟ استاذ حيدر سامحني اليوم ذكرت 25 مليون ربما. نعم. هذا الرقم المحتمل. يعني العراق راح يصير كله كربلاء. صح. يعني شنو؟ يعني الحمل راح يقل على البصره. أكيد. طلب الطاقه أكيد. بالبصره راح يقل. اكيد. طلب الطاقه بالناصريه راح يقل. طلب الطاقه ببغداد راح يقل. طلب الطاقه بميسان راح يقل. انا راح استفاد من تراجع الطلب على الحمل وحرفه وين؟ لكربلاء والنجف وبابل. هو الحاله راح يتناقص الحمل. واضح؟ يعني وحجم الاستهلاك اليوم وشنو اللي يزيد الطلب؟ حجم الاستهلاك. اذا الناس كلها جايه الكربلاء يعني الاستهلاك قل في ذيك المحافظات، انا راح اراعي مسير. ليش قلت لك اراعي مسير الزوار واحرف وياهم وين وصلوا؟ يعني اللي طلعوا من البيشه الان عبره والبصره. صح. وصلوا ناصريه يجوز، وصلوا السماوه مو؟ جيد. انا احرف تباعا، من احرف تباعا اكيد قل هناك، لان هاي الناس من طلعت وصلت للسماوه قل الطلب بالبصره. فانا راح استغل تناقص الحمل وتراجع بالمحافظات وحرفه لصالح مراكز الحمل. بالضبط. دكتور انور اعود لحضرتك. نعم. الزياره هذه السنه ربما في ارتفاع درجات حراره ستكون، شنو استعداداتكم للتعامل مع هذا الوضع وربما نشهد حالات تتاثر بسبب هذا الارتفاع؟ نعم. هذه السنه لها خصوصيه تختلف عن السنوات السابقه كونها زيادة العاشر من محرم وزيادة الأربعين كانت في موسم الحر في أشد المواسم حرورة يعني في العراق صنعاء وفي كربلاء. وجهت دائرة الصحة وزارة الصحة إرشادات صحية خاصة للمواطنين والهيئات الحسينية والمواكب على ضرورة أنه التزام بالإرشادات الصحية الخاصة من دائرة وزارة الصحة كيفية الوقاية من إصابة ضربات الشمس عن طريق رسائل صحية تم طبعها ونشرها بالآلاف على المواطنين من خلال شرب الماء بانتظام وبصورة كافية، اكل الفواكه والخضروات، الابتعاد عن السير تحت اشعه الشمس المباشره خصوصا من الساعه 10 صباحا للساعه 4 عصرا، لبس الملابس ذات الاكمام الطويله، قبعات، ضروره انه الاستراحه بالمناطق البارده او المكيفه، اي حاله اعياء او تعب او اجهاد ضروره مراجعه اقرب مؤسسه صحيه. وحقيقه وجهنا جميع مؤسساتنا الصحيه للتعامل كيفيه التعامل مع حالات الاجهاد الحراري والتعرض الى ضربات الشمس من خلال مغذيات الوريديه او المغذيات الفمويه توزيعها على جميع المفارز الطبيه. هاي جدا مهمه تقلل من حاله الجفاف والاعياء اللي تصيب المواطنين خصوصا خلال السير تحت اشعه الشمس لفترات طويله. طبعا احنا نوصي المواطنين انه هاي الارشادات الصحيه الالتزام بها تجنبا للاصابه بالاعياءات والاعياء الحراري والنتيجه انه تنتهي انه يصاب باغماء او بسبب الحراره. نعم. جيد. دكتور ضربات الشمس راح تكون متوقعه ومفروض يعني حاسبين لها حساب، كيف تتعاملون مع هذه الحاله؟ هل يتطلب انه يتم نقل المريض او المصاب الى مستشفى ام في مراكزكم ومفارزكم يتم علاجه؟ نعم، احنا جميع مفارزنا الطبيه مجهزه بمحاليل ارواء فمويه ومحاليل ارواء وريديه.
محاليل الارواف الامويه للحالات البسيطه اللي عندها جفاف بسيط او حاله احياء بسيط ممكن يتناولها تعوض فقدان السوائل والاملاح اللي يصير به اثناء السير لمسافات طويله. في حاله اذا وجود حالات حرجه او حاله احياء شديد او مصاب بمرض مزمن وتعرض الى ضربه الشمس يتم اتخاذ الاجراءات الطبيه اللازمه من خلال اعطاء المحاليل الورديه او نقله بسيارات الاسعاف المتواجده بكثره على الطرق الخارجيه نقله الى اقرب مركز للطوارئ لاتخاذ الاجراءات الطبيه الصحيحه. جيد دكتور، هل هناك مواكب خدميه تقدم خدمات طبيه وهل هذا الامر بالتنسيق مع وزاره الصحه او كوادركم المختصه بهذا الموضوع؟ نعم، مواكب طبيه تطوعيه موجوده على طول خط سير الزائرين ايضا داخل المدينه. يتم التنسيق مع بينها وبين قسم العمليات في دائره الصحه كربلاء للاشراف عليها ولتجهيزها ببعض الادويه والمستلزمات الطبيه الضروريه للمراجعين بصوره عامه. جميع المفارز الطبيه تحت اشراف مباشر من قسم العمليات ودائره العمليات اللي هي تابعه الى وزاره الصحه ايضا. نعم. البنى التحتيه، المستشفيات، المراكز الطبيه من خلال السنوات الماضية والزيارات المليونية هل كانت كافية وهل نجحت بهذا الاختبار وتجاوز هذه أو هذا الزخم بنجاح؟ نعم، يعني الحمد لله والشكر احنا من سنة 2003 لغاية الآن تقريبا أكثر من 21 سنة دائرة صحة كربلاء صار عندها خبرة كافية للتعامل مع الحشود المليونية اللي تدخل المحافظة. هذا ما يسمى بطب الحشود، كيفيه التعامل مع الحالات المرضيه المتوقعه بزمن الاوبئه بزمن كورونا وغير زمن كورونا. وهاي الخطط الموضوعه حاليا نتيجه خبرات متواصله على مدى سنوات سابقه من الزيارات المليونيه. تعرف حضرتك مثل ما تعرف احنا في كربلاء عندنا كل خميس جمعه زياره مليونيه. زياره مليونيه في محافظه كربلاء على مدار السنه مو فقط اربعينيه الامام الحسين او بزمن العاشر من المحرم، عندنا زيارة الشعبانية، عندنا الأعياد والمناسبات الدينية كثيرة حتى حقيقة جميعها تعتبر زيارات مليونية، تعتبر من الحشود المليونية تدخل المحافظة، شلون نتعامل وياها بصورة صحية، شلون نوزع الرصاص صحيا، نتجنب انتشار الأمراض والأوبئة ونحافظ على صحة المواطنين ونضمن سلامتهم عودتهم سالمين إلى أهاليهم. جيد. أستاذ محمد أعود لحضرتك، هل هناك بعض المعوقات تواجهوها مع انطلاق الخطة زيارة الأربعينية؟ وأيضا أسألك عن بالجانب الأمني كيف هو التنسيق مع بقية الوزارات الأمنية ل يعني تنسيق لتأدية الدور الأمني والواجب الأمني المناط على عاتقكم؟ منذ انطلاق الخطة لا يوجد أي مشاكل أو أي معوقات في تنفيذ هذه الخطة. نعم. بالعكس هناك تعاون جدا كبير من بقية المديريات والوزارات المعنية لإنجاح هذه الزيارة. هناك تعاون مشترك ما بين سيد معالي وزير الداخلية المحترم وقادة الحشد ورئيس أركان الحشد وقيادة عمليات الحشد. فتحت أكثر من قيادة وسيطرة في بغداد وفي كربلاء وفي البصرة لإدارة هذا المحفل الديني. كذلك هناك جهد استخباري أمني خفي لا يعلم به بقية الناس والمواطنين وبقية الجسم بقية الزائرين. نعم. أنه معاونية الحشد تمتلك أجهزة ومعدات فنية تسيطر على الجو من الأسام الغريبة في حالة وجودها وتهديدها، ممكن أنه نسيطر عليها وإسقاطها أو السيطرة عليها. هذا الجهد تنفذ في ثلاث محافظات، اولا في كربلاء هي المعنيه بالزياره، ثانيا في الكاظميه المقدسه. نعم. كما تعرف والمشاهدين ايضا انه الزائر الاجنبي اللي يجي ما يزور بس كربلاء، لا يزور كربلاء ويزور الكاظميه ويزور سامراء، فوفرنا عندنا خطه امنيه وخدميه لتامين هذه الزياره. هناك جهد جدا عالي وجبار للجهد الخدمي والمواكب كأبناء الحشد وكألوية. نضرب مثال مثلا لواء 27. نعم. تولى أنه أمنيا وخدميا طريق يا حسين. مثلا لواء 36 تبنى الجانب الخدمي والأمني في سامراء.
إضافة إلى قيادة عمليات سامراء وبقية القواطع الأمنية. هناك تنسيق جدا عالي بهذه الجهود المبذولة من قبل كافة القوات الأمنية. شلون تشوفون الوضع الأمني ونحن في عام 2024 ومقبلين على زيارة مليونية كبيرة؟ الوضع الأمني جدا يعني زين الحمد لله، مسيطر، لا يخلو من التهديد، لكن التهديد مسيطر عليه. اليوم أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية والقوات الماسكة للأرض هي مسيطرة، هي صاحبة المبادرة، هي تمتلك الإرادة، هي قادرة على أنه ردع ورد أي تهديد أمني. لا يخلو من وجود تهديد أمني وهنا وهناك فلول لبعض العناصر الإرهابية، لكن مسيطر عليه والحمد لله بجهود أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي وتعاون المواطنين. نعم أستاذ أحمد، أعود لحضرتك. كما تعلم ويعلم الجميع أنه فقط الدور الحكومي غير كافي لإنجاح أي عمل، بالتالي أبرز الأمور وأكثرها تعقيدا تحتاج إلى الدور المواطن في إنجاح هذه المهمة. شنو الأمور اللي تقع على عاتق المواطن وأنه المواطن شريك بمساعدتكم لإنجاحها؟ إحنا قبالة هذه الجهوزية الفنية الكاملة كان هنالك يعني حملات إعلامية مكثفة بالتنسيق مع هيئة المواكب الحسينية للمواكب الحسينية ومع الزائرين. أولا اليوم إشعار المواكب الحسينية إلى ضرورة الربط النظامي على الشبكة وعدم مخالفة إيصالات التيار الكهربائي بشكل غير نظامي، لأن من الممكن تحتمل حوادث، من الممكن تحتمل حرائق، فبالتالي نسقنا بشكل عالي والأغلب أصحاب المواكب التزموا. احنا اليوم نتحدث مثلا عن أفران كهربائية، نتحدث عن معامل ثلج، نتحدث عن مخابز كهربائية، هذه بالتالي كانت تحتاج إلى أكثر من ربط، كانت تحتاج معدات. نعم المعدات بالقدر المتعلق بوزارة الكهرباء من محولات، من قواطع دورة، من أعمدة، من أسلاك، هذا كله تم نصبها لصالح أن تؤمن الخدمة النظامية لأصحاب المواكب. وسعينا معهم بشكل ميداني أنه الربط يكون بشكل نظامي، وستتكفل دائرة الكهرباء بربط لكم هذه المواكب الحسينية على الشبكة بشكل نظامي. أولا تحميكم، تحمي الشبكة، تحمي معداتها، تحمي العاملين، هذا واحد. ثانيا طلبنا من هيئة المواكب الحسينية أن تخصص أماكن لمفارس فنية ربما تصل إلى كل 70 متر، أكو مفرزة صيانة هذه تكون متواجدة داخل المواكب مع المواكب الحسينية. عندكم هذه الأعداد وهذه الكوادر الكافية لكل 70 متر تخلون مفرزة؟ احنا اليوم لما نشير إلى الاستنفار، أنا أتحدث اليوم عن ملاكات انضمت من كهرباء الجنوب، من البصرة، من الناصرية، من بابل، من صلاح الدين، من كركوك، دخلت كلها في غرفة العمليات لتخدم الزائرين. فبالتالي اليوم أكو كوادر انضمت للجهد الساند في كربلاء، في بابل، في النجف، وعلى طول المحافظات الممتدة، سواء الجهد هندسي أو فني أو حرفي أو حتى آلي. احنا اليوم نتحدث مثلا عن اسطول من الحافلات والشاحنات والسيارات الحقلية لتساهم بتفويج الزائرين من وإلى، لمساعدة الزائرين الكبار العمر. نعم احنا نتحدث اليوم عن دعم لوجستي بتأمين السيارات الحوضية الناقلة للماء لصالح الزائرين، هذا كله وجه بها السيد وزير الكهرباء أن تشارك. أنا ليش بديت كلامي أنه خدمة الحسين والزائرين شرف؟ نعم بالتالي اليوم كل منا يحاول أن يطلع بهذا الشرف العظيم مضاف إلى دوره الوظيفي. هذا بجزئية الحديث مع المواكب الحسينية والتنسيق مع الزائرين. بالتأكيد اليوم أكو ندوات وحلقات وحملات توعية مع الزائرين تبذلها كل الفرق الإعلامية من خلال بوستات، من خلال سماعات، ومن خلال رسائل تظهر للناس عمل ملاكات الكهرباء. نعم. والدور الملقى على المواطنين لمساعدة ملاكات وزارة الكهرباء بالحفاظ على المال العام. جيد. لإنجاح الزيارة. جيد. نعم. أستاذ أحمد، أسألك أنه بعض الاستخدامات الخاطئة ربما تسبب حوادث ولها عواقب وخيمة وأيضا تؤثر على بقية الخطوط والشبكات الأخرى. صحيح. شنو أبرز الاستخدامات الخاطئة اللي تدعو اليوم وزارة الكهرباء لتجنبها؟ محددات الشبكة خصوصا فيما يخص الضغط العالي. أستاذ محمد اليوم خلي أقول للناس، من تسمع الضغط العالي ما تعرف شنو يجوز لبعض منها ضغط عالي.
اليوم هذه التوارات او الابراج، ابراج نقل الطاقه الموجوده في المساحات الخارجيه بالطرق الخارجيه، هذه الاسلاك الممتده ما بين برج وبرج، طبعا هذا الخط الناقل اللي نسميه للضغط الفائق والعالي اللي هو 400 و102، اللي ممكن رابط كربلاء بالنجف ورابط كربلاء ببابل، هذا به محددات. اولا القرب منه لمسافه 4 متر يكهرب، بالتالي كهرب مو كهرب يعني مو صعقه اعتياديه، انا اتحدث عن 400,000 فولت، بالتالي ممكن يعرض من يقترب من هذه المحددات مو الى الموت الى الانصهار اصلا، رفع كيله، رفع جيب، رفع رافعه، يكون يحرصون على الابتعاد، واحنا نوهنا ووزعنا بوستات على ذلك ورسائل تعريفيه، خصوصا انه هذه منتشره بالطرق الخارجيه او ماره من شارع على شارع، يرجى الابتعاد عن محددات الشبكه اولا لحمايه المورد البشري. يا اخوان دير بالكم على ارواحكم وارواح العاملين، ثم لا تعرضون المنظومه لانفصالات، لان اي تقرب من هذا المحدد او الخط الناقل هذا مباشره يفصل الخط، يعني يفصل، يعني لما يفصل يعني يفصل كربلاء عن النجف، كربلاء عن بابل، بالتالي تتعرض المنظومه للشت داون التام. فبالتالي رسائلنا للمواطنين الالتزام بمحددات الشبكه والاستخدام الامن للشبكه، واحنا سنكون بالخدمه وقريبين ومتاخمين لاي طلب ممكن يطلبوه. احسنتم. المتحدث باسم وزاره الكهرباء الاستاذ احمد موسى، اشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك. وايضا معاون قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي الاستاذ محمد الفريجي، اشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك. وعبر سكايب المتحدث باسم صحه كربلاء المقدس الدكتور انور حميد الخفاجي، شكرا جزيلا لجنابك. إذا مشاهدينا ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. السوداني يؤكد بأن العدوان الصهيوني على غزة يهدد استقرار المنطقة والعالم. الداخلية تنفي أنباء تعرض مركز شرطة إلى سطو مسلح في قضاء المسيب شمال محافظة بابل. النقل تعلن استكمال تحري التربة والمسح الطبوغرافي والخط السككي لمشروع طريق التنمية. صندوق استرداد أموال العراق يعلن ضبط عقارات تعود لأفراد من عائلة رئيس النظام البائد. النفط تعلن توقيع عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا نفطيا ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة. مشاهدينا حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.